السلام عليكم خياتي، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وسقتو تكون صحتكم لاباس. انا الحمد لله. اليوم جيتكم فيديو جديده، نتمنى ان شاء الله تعجبكم. من قبل ما نبدا وخليوا لي جام كومونتير، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. خياتي اليوم جيت نشارك معكم موزة شريت من مواد غذائيه اللي حنديرهم يعني في بيت الخزين. ماشي حاجه كبيره كما يقولوا، انا بشويه معها. هذه هي لازم نديرو هكذا، قلت لكم دوكا وجينا سيدنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، وما كاش عائله جزائريه كما يقولوا ما تنشفش من رمضان. عبالكم بلي رمضان فيه مصاريف كبار، كاين حلويات العيد، كاين حوايج العيد للدراري، كما يقولوا مصاريف كبار كبار، يعني الله المستعان. صافي واش نديرو حنايا؟ نديرو بيت الخزين هذايا ونخبو فيه باش بالشي اللي كما قال اللي نقدروا عليه كما يقولوا، حاجه قليله كما قال وتكفي وتوفي. ليسونسييل كما قال الواحد ياكل وخلاص. هكذا خياتي. دونك انايا هذا بيت الخزين راني نخبي فيه. صافي قلت لكم دوك هذيك عنديش بزاف، يعني هكذا نلقى كما يقولوا واش نكونسومي مون ان شاء الله، يعني نكونسومي في رمضان ومن رمضان يعني ومده يعني طويله. ليسونسييل واحد يعرف كيفاش يسير روحو. الحاجه الاولى اللي كنت شيتها التريده كما شتو، شيت 3 كيلو التريده، كانت 15000 ولا 18000. شيت باكي تاع قهوه 27000. المره الجايه ان شاء الله الا طاح لي في يدي نشري كما قال فاردو على جه. شيت بطاطا معجون 12000. هادو ما خياتي ما شفتهمش كامل على ضربه، كل خضره نخرج ونخطف، كل خضره نخرج ونخطف، يعني صافي لي يقعد لي هكذا من القضيانو كامل نشريه. شريت بطاطا طوماطيش مصبره هذيك تاع كيلو 26000. وشريت 2 كيلو تاع السكر، ثاني المره الجايه ان شاء الله يطيحوا في يدي دراهم نشري فاردو تاع السكر وفاردو تاع الماء تاع الملح ان شاء الله. هكذايا يقعد لي في بيت الخزين. السكر راهو 9500. شريت ارطل تاع الرز بسماتي هذا 38000 الكيلو. شريت كيلو تاع العدس، انا نحب هذا الرقيق ما نحبش الخشين، ثاني 38000 الكيلو. حوس تاع اللوبيا ما لقيتهاش، حبيت نشريها ما كانش. زدت شريت الطعام هذا تاع اغوديف، قلت لكم سمحوا لي خياتي، هايل هايل هايل. راني مخبيه ديجا باكي، وزدت شريت باكي واحد اخر، وان شاء الله المره الجايه نزيد نشري منه. قلت لكم بزاف هايل، اوندي غير مفتول في الدار. شريت مايزينا هذه 8000، المره الجايه نشري تاع الميزان. ثاني شريت باكي تاع سكر كلاس المرجان هذا بزاف هايل، 13500 الباكي. نزيد نشري ان شاء الله ونخبيها هكا نلقاه الحلوه تاع العيد ان شاء الله. ودوكا نجوزو لي بات، ما كاش فينا اللي ما يحبش لي بات. ولادنا حنا كما قال كامل ناكلو لي بات هذوما، نكونسوميهم بزاف. شريت 3 تاع سباغيتي هذوما تاع السيم، يعني السيم انا نحب نشريها. شريت باكي تاع فيرميسال، شريت دو باكي تاع المحمصه، نديروها بالجلبانه، نديروها بالحميصه، نديروها بال كيما يقولوا باللفت، تجيب بزاف بنينه. شريت تاني هدايا مقارون بتيكوت دو باكي، راني مخبيه ديجا باكي في بيت الخزين. صح ماشي هاد النوعية، ماما إلا شتو معايا شريتو معايا في المشتريات اللي فاتو. وشريت تاني أتليتلي 3 باكي، أتليتلي تاني ناكلوه نديروه في الشربة، نديروه تاني كيف كيف بالجلبانة ولا بالحميصة ولا باللفت، يعني يجي بزاف بنين. ومازال ان شاء الله نزيد نشري هذا ما قلت لكم غير هكا شويه، مازال نزيد نشري هكا كما قال خياتي نلقاو واش نكونسوميو مور رمضان ان شاء الله، ويعني مده طويله ماشي غير مور رمضان. نشوف كما قال
نكونسوميو في رمضان ومور رمضان هادو ما بون كيما لي بات هادو. انا بار سباغيتي ما ناكلش في رمضان بار سباغيتي، قلت لكم نديرو بالبيشامل، نحبو بلا بيشامل، مي سينو لي بات الاخرين ما ناكلوهمش في رمضان، مي نخبوهم نلقاوهم قلت لكم في بيت الخزين. هذه هي لازم علينا نكونوا هاندا، لازم نكونوا كما قال حيليات في ديارنا، نكونوا كما قال منها مرأة منها راجل. على بالكم كي يعطينا الراجل هذاك المصروف، حنا بكري انا كنت وانا وحده من الناس كنت غير يعطيني المصروف نروح ديريكتومون نشري مغرمه مهبوله على الماعن يا خياتي، وين نشوف حاجه تاع ماعن نشريها. راكو شفتوني في المشتريات تاع رمضان اللي فاتوا كيفاش شريت بزاف الماعن. دونك قلت لكم قلت هاد الخطرة لا لا خلاص دو كيما قال واحد الواحد يولي يخبي شوية يولي يتقشف شوية يولي يقتصد شوية هكذايا نلقاو رواحتينا. كلش راهو غالي كلش راهو يكوي، وين رانا رايحين بها؟ لازم علينا نديرو هكذا خياتي هكذا بالشي القليل كيما قال بشوية، ماشي اوبليجي لازم كيما قال تخرجي معاك مليون ولا تخرجي معاك 500 ألف ولا تقال تخرجي معاك باش تروحي تشري كيما قال قضيان ولا 50 ألف. انت جبتي باكي قهوة وجبتي باكي طعام وجبتي كيما قال باكي سكر هكذا نقصيهم ديريهم في بيت الخزين. غدوة ان شاء الله كيما هادو مالي بات راهم 6 ألف، شي 3 باكيات تاع سباغيتي ولا شي 2 باكيات تاع مقارون ولا شي 2 باكيات يعني، ونقصي 12 ألف ولا 50 ألف نشريها كامل لي بات وخبيها في بيت الخزين. وغمضي عينك كيما قال تلقايها مور رمضان ان شاء الله كل حسنة تاكليها، ما تروحي تسلفي ما عندكش واحد، ما تروحي كيما قال في دارك عندك الحانوت ديالك في دارك تاكلي اختي هكذا كيما قالت اختي. انا عندي اختي والله العظيم ما كذبتها عندها سوبيرات في دارها، وصح هذه هي لازم كل وحده فينا تكون عندها سوبيرات في دارها. هذه هي الوقت اللي راه يقول هكذا خياتي ماشي حنايا، الله غالب كلش راهو غالي، لازم علينا نديرو هكذا. هذه هي خياتي انا بدي لكم تدابير افكار ان شاء الله اللي تستفادوا منهم ونستفادوا منهم كامل، على خاطرش كلش قلت لكم راهو غالي لازم علينا نديرو هكذا، لازم نكونوا فحلات كما قال في ديارنا وشطرات. ماما انا ما كنتش كيما راني دوكا، قلت نمشي دو جون اون جور ما نخبيش كامل الدورو اللي يجي نخرج نشيه ماعن ولا فراش ولا، مي دوكا ان شاء الله كيما قال منا والقدام نسيو كيفاش نديرو حل لروحتينا. هذه هي خياتي، نتمنى ان شاء الله لا فيديو تاع اليوم تكون عجبتكم والتدابير تاني تكونوا ديتو منها فكره. نقول لكم انا تهلاو في رواحتكم بزاف بزاف، ما تنساونيش خليو لي جام كومونتير بارطاجيو لا فيديو مع احبابكم وناسكم. سلام.